أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا جاها وأوسع، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واسلك بنا ربي خير مهيا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. أصلح القلب. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واغفر المعادي واسرفه وردا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. على محمد نغل في غصنك ممنى. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، ربي ارضى عنا رضاك الارفع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد رافق بنا رب خير خلقك اجمع. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. محمد، يا ربي صل عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك. حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبد المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحبانا. صلى عليك الله باريك الذي بك يا مشفى خصنا وخذب خبانا.
مع أهلك الأظهر معدن سرك الأسمى وهم زبون النجاة وعلى صحابتك الكرام خماد دينك أصبحوا لولائه عنوانا والتابعين لهم بصدق ما خداخا ذي المودة يا يجل والله ما ذكر الخبيب لدى المخب إلا وأدخى والها النشوانا أين المخبون الذين عليهم بذل النفوس ما أن فائزي أنا لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن دعشوا وأدبرانا فاهتاجت الأرواح تشتاق اللقاء وتخن تسأل رب الرضوانا حال المخبين كذا فاسمع إلى سير المشفى فري في الآذانا وانصت الأوصاف طه المجتبى واغدر لقلبك يمتلئ وجدانا بنا صلي وسلم دائما على حبيبك من إليك اللهم صلي وسلم وبارك عليه نبأنا الله وقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور طامدوم النبي في ذكر عاذم به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليفرح واغدو به فرحانا مستمسكا بالعروة الوثقى ومعتصما بحبل الله من أنشانا واستشرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستفق من غفلة عن ذا وكن يقظانا وعبر الأصار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لن تفرق من شبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا وأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لإلهي صانا طهر الله ما اقدر وما برك مثله إنسانا وبحبي وبذكري والنصر والتوكيل رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك على اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله هذا وقد نشر الإله نعوته في القدس بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن تنشرنا تسبهون عانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى عذب بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قدت لا أتوانا حتى أنادى ارفع ستعطى كل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي ولأولا آتي أنا الجنانا أكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فضرضى جل من معطي تقاصر عن أطاه نهانا بالله كرر ذكرى وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله لما دنا وقت البروز لأحمد عن إذن من ما شاءه قد كان عملت به الأم الأمينة بنت وهب من لها أعلى الإله مكانا من والد المختار عبد الله بن عبد المطلب رأى البرهانا قد كان يأمر نور طه وجهه وشرى إلى الإبن المسعود عيانا وهو ابن
هاشم الكريم شهم بن عبد مناف قسي كان والده يدعى حكيما شأنه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وحفظ أصول المصطفى حتى درى في سلسلة أصوله عدنانا وهناك كف على برفه إلى إسماعيل كان الأبي معوانا وحينما حملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ النسوان وبها أحاط اللطف من رب السماء أقصى الأذى والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما عملت به أن المهيمن شرف الأكوان الدهر من في بدنها فاستبصرت ودنا المغاد فأترعت رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورد نفسي وجنة عرشي ومداد كلماتي وتجلت الأنوار من كل الجهاد فوقت ميلاد المشفع حانا وقبيل فحر فجر أبرزت شمس الهدى ظهر الحبيب مكرما ومصانا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلاة الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرافع فمن النور النواحي يا رسول الله عما كل الكون أجمع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك نكست أسنام شرك وبنا شرك تصدع وبنا وقت الهدايا يا رسول الله وحيم الكفر تزعزع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله
ذا القدر الأرفع يا إمام الرسالة يا رسول الله من به الأفة تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أنت في الحشر ملاذ لك كل الخلق تفزع وينادون كرامة يا رسول الله قد من هول أفضى يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا فلها أنت فتسجد مرحبا وتنادى شفع تشفع مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فعليك الله صلى مرحبا ما بدا النور وشجع مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين وبك الرحمن ونسى المرحبا مرحبا وإله العرش يا سمع الله مرحبا 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 يا نور العين مرحبا 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 يا ابن الحسين مرحبا مرحبا يا عظيم المن يا رب يا الله شملنا بالمصطفى جمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله به فانظر إلينا يا الله وعدنا به كل ما تمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واكفينا كل البلايا يا الله وادفع الآفات وارفع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله واسكنا يا رب أيسنا بحياه ليهمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أخذ من العمر بحسن أحسن
النكبة ومرجع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسنى تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الطهراء آلي والصحابة مسنا شاع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله نروخي سيدي الوالد محمد رشاد محمد حميد عبد الواقي عبد الواحد دخلان مسجد الغفور سيدي بن عبد النووي متي عدن حسين مسجد الغفور مخي عبد العلي مشهور محمد بن سالم بن حفيد بن شيخ بكر بن سالم والدنا والدكم وامواتنا وامواتكم واموات المسلمين اجمعين الفاتحه